السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم مباشر على الهواء من خلال برنامجكم كلام الناس. شكرا جزيلا لكل الاستجابة اللي يتلقاها برنامج كلام الناس لحل مشاكل اللي تطرح من خلال برنامجنا. بعد زيارتنا في البصرة وكاميرا هذا البرنامج رصدت معاناة مناطق البصرة، توجه يوم أمس رئيس الوزراء لمتابعة القضايا مباشر مع أهالي البصرة، كما كانت كاميرا كلام الناس متواجدة في قضاء الحسينية، وفي ثاني يوم توجه رئيس الوزراء باللقاء مع أهالي الحسينية لحل مشاكلهم. هكذا هي الأمور تحل، هكذا هي الأمنيات، هكذا هي اللي يسعى إلى الفرد العراقي أن تكون الحلول ميدانية. عندما تلاقي الاستجابة ميدانياً وعندما تلاقي أن هنالك اهتمام حكومي من قبل ما يطرح من مشاكل وأمنيات، بصراحة يعني نكون براحة ونتمنى أن يكون يعني بصيصة أمل بعد كل المعاناة وبعد القطيعة ما بين المسؤول والمواطن. لكن هذه الزيارات الميدانية في المحافظات أو في باقي المناطق نأمل أن تكون هي فعلية، يعني مو فقط هي تسجيل حضور، لا، تكون فعلية وتحقيق ما يوعد به. يعني كثير من رؤساء الوزراء زاروا قضاء الحسينية، بس قضاء الحسينية لحد الآن ما بي مستشفى، ما بي مدرسة صالحة، غير صالح، هذا القضاء كله غير صالح للعيش. ولكن بعد ما صورنا بهذا القضاء توجه رئيس الوزراء لقضاء الحسينية ووعدهم، بالإضافة إلى يعني توجه رئيس الوزراء بعد تواجد كاميرا كلام الناس 3 أيام في البصرة، توجه يوم أمس وتقريبا بنفس المناطق اللي كنا متواجدين بها وبنفس المشاكل اللي خصصها برنامج كلام الناس اللي تخص المستشفى والمدارس والبطالة، نفسها كان هو يتابع هذه الأمور. مشاهدينا الكرام، برنامجكم، صوتكم، منبركم، نحن نتواجد وإياكم الآن مباشر على الهواء من تقاطع الموال، نلتقي ومن هو قريب من عندنا عنده مشكلة بإمكانه يشرفنا وحياه الله. تعال حبيبي، صباح الخير. يستحي ها؟ حقا. شلونك؟ شلونك عمو؟ اخبارك؟ الحمد لله. ايش تشتغل؟ والله انا اشتغل على باب، والله اشتبيع كنينس. ايه؟ ايه وبطلت. ليش؟ قلت ما ايدي قامت ترجع المفصل مال ايدي. زين. انت هذا عندك حادث لو اصابه لو اصلا هو عوق؟ ما قصرت من عمر 6 سنوات وقبلها اولادي. ايه والله. ايه عندك قصر؟ ايه وراتب مال معين من 2016 لحد ذاك شيء ماكو. لا لا طمن. انت هسه صرت انا بس راتب، وهاي ابوي راتب لابوي. اليوم شو من الايام اليوم؟ يوم اثنين. يوم اثنين. باكر 3 نروح ناخذك. ان شاء الله. بس قول يا الله، اذا كنا طيبين باكر ناخذك ونروح لوزارة العمل. انا اريد بس راتب وهاي. ابشر. راتب لابوي، ابوي اريد ابوي راتب وهاي. ابشر ابشر، احنا ناخذك الك. انت بيا منطقة؟ بيتنا بجسر الدياله بالله في منطقة من المخازن، وهذا بيت الطين. اي والله قاعدين بالتجاوز. يلا احنا ناخذك. خلي رقمك يا ابو آية وابشر ابشر. هلا هلا عمي، شلونك؟ مبارك. شلونك بعد؟ الله يخليك، رحمتك، الله يستر عليك. والله الحمد لله، والله على باب الله، على باب الله يبيع كلينس. الله يعينك. اي والله. ما قدمت الرعاية؟ الرعاية شيطوني، يعطوني 200 كل شهرين، وانا قاعد ايجار 400 والله. صحيح. وجا 450 سحب 450. صح. وعد اثنين جهال بالمدرسة. الله يعينك يا حبيبي. اي والله. اي والله الله يعينك. وابيع كلينس هنا بهذا التقاطع؟ لا بالتقاطع شو اسمه؟ بيروت؟ لا لا هذا شو اسمه؟ مال باب عظم. تقاطع النخلة. تقاطع باب عظم. الله يعينك يا حبيبي، الله يعينك. هسه انا اريد بس اريد عربانة. عربانة؟ جتك. رحم الله يديك. عربانة جتك حبيبي، ابشر. هاي ايديه من الدفع. ابشر. اعتبرها العربانة جتك. اي والله. ابشر حبيبي، ابشر ابشر. خلي رقمك هنا والعربانه جتك، واتمنى اشوفك بخير يا حبيبي. رحم الله ذاك للجميع ان شاء الله. بخير يعني للجميع. احنا لما يعني واحد يتمنى من نلتقي به يكون امنياته فد شيء فعلا هي امنيه. هسه الامنيات صارت عربانه وعلاج ويعني بس هذا البلد كل شيء ماكو ولا امان ولا هاي. الحمد لله والشكر. الحمد لله الحمد لله، لا كل شيء موجود.
لكن ان شاء الله بالقادم نقول افضل، واللي اللي راح صدق اخذ من عندنا صحه لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا حبيبي، خليك متفائل. لا ما عنده غير بس الله. اي والله ما عنده غير بس الله. روح للاستاذ معمر وابشر حبيبي، حياك الله، مشكور والله يوفقك، الله يوفقك ان شاء الله. بالفعل يعني صارت الامنيات هي يعني مو 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 يعني كنا من نلتقي بالناس واحد يقول لك اريد سكن، وتقول اريد اتزوج، وتقول اريد اسافر، وتقول اريد افتح مشروع. هسه اغلب الناس اللي التقي بيهم كون هذا البرنامج هو من الواقع نفسه وبتماس مباشر مع المواطنين، اغلب الامنيات اللي هي السكن والعلاج، ويريد له الحصه الشهريه تكون يعني متكامله ومتواجده، يعني اغلب هاي الاشياء ترى هي حقوق ما كنا نامل ان تتحول الى امنيات، للاسف حقوقنا تحولت الى امنيات. عموما هلا شلونكم؟ شنو هالجمعه هاي الحلوه؟ مجمع حي الزهراء. حي الزهراء هذا اللي هنا يم جامعه البكر. الزهره اي والله، هسه سمعنا بيك وجينا، احنا مجمع حي الزهراء. وريد ناشد الشرقيه. قبل اسبوع جتنا قوات من عمليات بغداد الممثل مالتها. ومن توقيع الاستاذ الدكتور عادل عبد المهدي حسب ما هم يقولون باخلاء المجمع. المجمع يحتوي على 58 عائله، والمجموع يعني الفرد كله 600 نفر. احنا صار لنا من 2003 لحد هالسنه، يعني من السقوط لحد الان. زين احنا بعوائل شهداء وارامل وضحايا ارهاب، وشقل لك يعني النسوان عددهن اكثر من الزلم. فمن اجى قائد عمليات بغداد وياتب لي خلال 20 يوم باخلاء المجمع، فقلنا له احنا وين نروح؟ انطونا بدائل نطلع، ملكونا مثل ما ملكتوا 28 نيسان، مثل ما بارك السعدون. قال 20 يوم اذا ما طلعتوا اعتقال الزلم وناخذ من عندكم هاي مال ماليه نغرمكم. يابا احنا اذا ماكو زلم، نص ولدنا هسه احنا بالمعارك بالسواتر، زين؟ ونصنا ارامل، والله العظيم نعيش اليوم بيوم بقوتنا، يعني احنا نطلع اليوم ونعيش، ما نطلع ما نعيش، والله العظيم راتب ما عندنا، ولو تشوفوها اتمنى، اتمنى يعني هسه بالصدفه احنا لقيناك، يعني وقعدت علينا من السماء، اتمنى هسه تتفضل وتصورها، والله ما ينعاش فيها، والله العظيم رديه وتخر علينا، بس من قوتنا جاي نجيب ونخلي، وقبل سنتين اجونا بحجه حقوق الانسان، هي راجعه للماليه، الدفاع جاي هي الطالب بيها. قالوا احنا حقوق الانسان، اخذوا المستمسكات مالتنا، قالوا احنا نعطيكم رواتب المتضررين، والله الناس كيفت يا خاله، احنا ناس اميين، يعني اغلبيتنا ما عندنا، كيفنا نطينا مستمسكاتنا، هم 20 يوم هجموا علينا، وقالوا اخلاء، وتكرم حتى الكلاب طببوها علينا، هاي الكلاب البوليسيه طببوها علينا واحنا نسوان، زين؟ قالوا وسووا علينا دعوه بالمحاكم. وقالوا كسبناها، ولحد اول البارحه اجوا وجايبين اثنين محامين قالوا كسبنا القضيه. 20 يوم تحسبون، صار اسبوع، بعد 17 يوم انتم تخلونها، ماكو نسوان وزلم نسحلها ونذبها. زين، فاني من خلال قناتكم اناشد الدكتور عادل عبد المهدي، على الله وعليه احنا خواتك، احنا امهاتك، احنا عراقيين نسمى عليك، احنا محسوبين عليك والله العظيم. اطلع وشوف اللي يملك قطعه ارض، اللي يملك قاع صادرها وسجنه، لان والله العظيم ما نملك. احنا على الله وعليكم، احنا من انتخبناكم ردناكم ويانا، مو تشتغلون ضدنا وتردون تطلعونا، احنا وين نروح؟ يعني انتم اذا طلعتونا والله العظيم نقعد جوا الجسر نبسط ونقعد، ما عندنا عيشه، وولدنا بالسواتر، يعني انا من ادز ابني وادز رجلي وادز اخوي وابوي، احنا غير على موتكم هسه، احنا ولدنا بالسواتر من يخابرون غير مطمئنين علينا، مو انتم تهجون علينا. فانا اطالب على الله وعلى الشرقيه وعلى الاستاذ الدكتور عادل عبد المهدي الممثل نفسيته ابو قائد عمليات بغداد، يقول هو وقع، هو امر باخلاقكم، فاني مشاربه، اني امه، اني اخته، اني عراقيه واسمع عليك، وحرامات يعني والله العظيم تعبنا، والله العظيم تعبنا، والله مذلينا، يوم يهجمون علينا، والله صار لنا ثلاث ايام ما طالعين للشغل لان ما عندنا قوت، الله اكبر الله اكبر، تعبنا تعبنا، ذلونا عايشون بروح بوت المحل الخمسه قاعدين نخاف، نخاف يرقعون البيبان ويطبون علينا، يقول ناخذها ناخذها منكم، واحنا بنقول لكم ما نطلع، نحرق روحنا، نقتل روحنا، نحرق روحنا ونقتل روحنا، شلون ما انطينا شهادات نستشهد بها وما نطلع طولنا بدال، ملينا ملينا. شكرا. طبعا هذه مناشده لرئيس الوزراء، هذا التجمع تقريبا هو مستمر ومتواصل بشكل يومي بخصوص مجمع الزهراء بالقرب من جامعه البكر امام الصادق.
يعني هنالك قوة تتواجد باستمرار وتستفزهم بالخروج من هذا المكان، ويقال انه بامر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. فيعني هذه دعوة لدولة الرئيس بمكتبك بالمستشارين الاعلاميين بالمتحدث الرسمي، هل هي هذه القضية فعلا من جنابكم بامر من حضراتكم؟ يعني هنا أنا مثل ما كان نشوف دموع واهلنا هذولا، يعني حتى المكان هو ترى مو تعبان، والله مو مكان، والله تعبان، بس شو نسوي؟ يعني يصرخون اهل الحواسم، يصرخون لا عاد انتم وين قاعدين انتم؟ ماني بس اريد اسال سؤال، دولة رئيس الوزراء اللي هو وش اسمه وين قاعدين؟ خلي هذا القصر يقسمون لنا اياها 50 متر 50 متر، يسوون لنا اياها على قد ايش اسمعتنا ويقعدونا به، ما نستاهل، ما ضحينا، انا منطقة زوجي وبنتي، ليش؟ ليش؟ ليش هيك يذلونا على الفقرة؟ بس الفقير احباب الله، الفقراء احباب الله، قريبين من الله، والله يستجيب دعوتنا، يستجيب دعوتنا والله العظيم، لان ما عندنا شيء نفكر به غير بس الله والعيشه والستر. يعني احنا ما شلون باكر اذا جيت انا وبناتي قعدنا جوا الجسر هم يقولون ها يسمعون حكي حشاك انت حشاك انت من كان يا مكان، شلون وين اوديهم؟ وين اخليهم؟ ليش هيك يوم يهز تمر يا نخله؟ وين نولي؟ يعني يا أمة الإسلام، السؤال هنا يطرح نفسه، ليش اللي هاجر ياخذ حصة من النفط وإحنا داخل هذا البلد بالعكس يطلعوننا من بيوتنا، يعني نتعرض لكثير من الأمور، ما يعطونا هذه الحصة اللي يعني تمنح للمهاجر؟ هاي قضية. القضية الثانية، نعم من حقكم، هذه ملك تعود لإحدى يعني عائدة لإحدى الوزارات، لازم ترجع لمكانها الحقيقي. هذه في حال إذا كان حتى المسؤول ينفذها، لأن أغلب المسؤولين قاعدين في أماكن هي تابعة للحكومة وللدولة. زين اشمعنا هو يتمتع بهذه القضية وإحنا ما هذا المسكين اللي ما عنده سند يطبق عليه القانون، واللي عنده جهات واللي عنده جماعة واللي عنده أطراف واللي عنده جهه تسنده من الدوله الفلانيه والاخرى لا. اي والله يتمتع. هذه القضيه يعني ترى باكر عقبه هسه يمكن انت تتحلى بها، بس باكر تحاسب نفسه، هذا اللي راح تطلع بالشارع هو بنياته يقعد بالشارع نفسه ويجي يحاسبك. عموما هاي القضيه احنا نتحدث عنها مو على الحكومه الحاليه، على الحكومات المتعاقبه اللي تعرض لها الفرد العراقي، لكن كحومتنا هذه هسه احنا ان شاء الله اصدقاء، ان شاء الله محبه، يعني نلتمس اكو فد بوادر ميدانية من رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء. هذه الحالة أمامكم وراح نتواصل وياهم، يعني إذا مو يومية بشكل أسبوعي نجي وياهم نتظاهر يتظاهرون، أو هم يتظاهرون نتظاهر وياهم، يعتصمون نوقف وياهم، لأن عراقيين يعني شهداء. علي باع بوقت مجمع 28 نيسان من قاعد يميد عالم، وبوقتها عندهم ظهر بالحكومة وهو اللي ملكولهم، واحنا هذه همات شقق سكنيه ليش ما ملكوها؟ رادوا منا دفاتر، ما عندنا اجوا يعني بالحكومه اللي سانديهم مجمع 28 نيسان وبارك السعدون الطاقه الضوئيه، رادوا منا فلوس بس وقتها ما عندنا، ناس احنا كسبه عايشين عليهم يقودنا يومي، والله نشتغل ناكل، ما نشتغل ما ناكل، كافي بعد ملينا تعبنا، نريد حكومة نتأمل منها خير، نريد حكومة تعيشنا براحة بأمان، سنة سنتين عراقيين انظلموا، مظلومين ما عندنا كل حق بالعراق، والله ما أطلع من شقتي، والله هذا صوتي للدكتور عادل عبد المهدي، أطي روحي فداء وما أطلع من شقتي ولا أطلع يوم واحد وأظل بالشارع. عندي 2 شهداء خاله من 2006، لا حق ولا شيء، عندي 5 بنات 15 نفر بس نسوان، زين لا طلعونا وين اروح انا؟ كل شيء لا راتب عندنا لا رعايه عندنا، ماكو 600 كل شهرين، المن تطي؟ تعيش بيهن وكل واحد عنده 5 و6 و5 بنات ومدارس وطبيب وكهرباء وضيم، ويجونك يقولوا لك اطلع برا، شو تسوي بهالحاله؟ كل ما انطوا بدل ايجار لكل نائب 3 ملايين هاي الشقة يعيدون النظر بها، يخصصوها، ياخذون من عندهم بشكل سنوي بشكل شهري وتعالج، وانت هم حليت قضية، لان اغلبكم هسه اللي قاعد اسمع من عندهم لو عنده شهداء لو عنده مقاتلين بالسواتر.
من 2006 ماكو بس الراتب، وهذا الشهر قطعوا من عندنا 300 قطعوا، ايش ما ادريني قطعوا. زين احنا لما انتخبناهم واجونا بسلات غذائيه وبطانيات وتعالوا انتخبوا، هاي نتيجتها؟ ليش؟ ليش؟ ما يخافون من الله؟ هذا الله ما يخافون من عنده؟ ها؟ ليش وين نروح احنا؟ بالشوارع نروح؟ يقبل ضميرهم؟ لا يقبل ضميرهم. ما يصير هيجي، عوائل احنا متعففه، ما عندنا ايتام ونسوان، وين نروح بهم؟ ايجارات، نار جهنم خاله ايجارات، ما عندنا ندفع 600 ناكل بيها للجهال، للدكتور، للرايح، للجاي، للمدارس، المن. يعني ما ملينا ملينا، نريد حل حل حل، لين ملينا، يوميه جايينا يوميه نفتر بالقنوات وماكو كل حل وكل نتيجه. نريد حل من قناتكم، حل تسوونا لين تعبنا. نتواصل وياكم ونوقف وياكم طالما احنا قررنا نكون صوتكم ونكون منبركم، خلاص احنا وياكم. خويا الله يسامحك، احنا ظروفنا كلش تعبانه، يعني تروح تصور وتشوف، لان عندي المعوق وعندي اليتيم وعندي الاعمى، وظروفنا حيل حيل تعبان. اي اي كلش طلعي من الشقه؟ اي والله وياهم اني، والله العظيم يعني ظروفنا كلش تعبانه، واني شفني مريضه والله، عندي ربي مخنوقه خنق والله، كلها المسؤوليه براسي. رحمه لوالديك، اخويا معوق، واحد هم مريض بحاله نفسيه، واحنا فقره، وعندنا اليتامى. شلون عايشين؟ والله على الله والناس، والله العظيم زين. وعندي هاي اختي كتله ورجلها، معتها اثنين بنات يتامى، كتله ورجلها دبوب الشاب شرطي، يعني ظروفنا كلش تعبانه. وحد مكاننا الزوجه. الله يعينك يا يمه يا خاله مديحه، الله يكون بعونك والله موجود. الله يعني كلش كلش تعبانين والله، يعني ويجون يطلعونا ليش؟ وين نروح غير بالشارع؟ الله يخليك وطنك حبيبي. شكرا. هلا 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 عمو، شلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله. شلونك عمو؟ تسلم يا ولد. شنو الاخبار؟ والله احنا مجمع الزهراء السكني. انت وياهم؟ نعم. مجمع الزهراء السكني، يعني التجانيد سابقا. زين. مديريات تجنيد العراق سابقا. نعم. احنا من صار سقط النظام احنا جينا قعدنا بيها، لقيناها محروقه والحكي هوايه، وصلحناها وقعدنا بها. خرايب هي من برا احنا صابغيها، ومن جوا خرايب الله وكيلك، الرطوبه من الفوق لجوا. قد عمرها تقريبا؟ والله انا اقول لك زين عمرها بالضبط من ال 71. قديمه استاذ. اي من الواحد، لان كانت هاي شو اسمه شركه هنديه جت سوت المجاري مال بغداد، فبنوا هاي العمارات الاربعه، خلوها سكن للمهندسين وللعمال مالتهم. من خلصت الشركه، من خلصت الشركه شغلتها راحوا، من راحوا بقت عمارات فارغه، المن تابعه لوزاره الماليه، الدفاع اجروها من وزاره الماليه، قعدوا بيها ايجار واحتلوها لحد سنه 2011 هي مال الماليه. وراء 2011 هم سالوا عليها ويعني اخذوا الملكيه مالتها. هسه احنا كل شيء نريد، احنا نريد الناشد السيد، احنا الناشد السيد عادل عبد المهدي، نقول له انت وعدت الفقراء الله يعينك يا عمو، الله يعينك. بس لحظه، لا لا هو الله يعينك يا عمو، احنا مال نشوف يعني ناس تبكي على اشياء يعني بسيطه، يعني واحد مهدد انه هو ينام بالشارع. الله وكيلكم يا دوله، رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه، رئيس مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب، اهلكم اللي انتم وعدتوا نفسكم ان انتم بخدمتهم يبكون لان هم مهددين ينامون بالشارع. القانون جميل ونحن أول من يطالب بتطبيق القانون، ولكن تنفيذ القانون على الجميع، يعني مو على ناس وناس. مثل ما أكو استيلاء من بعض الجهات الحكومية والمتنفذة على ممتلكات الدولة ينفذ عليهم وهم اللي يطلعون بالبداية، بالتالي تعالوا على البسطاء، مو نبدي بالبسيط ويبكون رجال كبير. قد عمرك عمي؟
70 سنة. 70 سنة تقول له تعال نام بالشارع، يعني ما ممكن. واغلبهم انه هم انطوا شهداء، واولادهم الان هم بالسواتر يقاتلون ويحمونك ويحموننا. ناس يقولون علينا فلسطينيين احنا بالمجمع، ما ادري احنا فلسطينيين ما ادري ايرانيين ما اعرف، عمي ناس عراقيين، احنا ناس عراقيين وقاعدين بيها وعوائل تعبانه والله تعبانين. والاسلام الناشد المن تريد الناشد المسيح، فاحنا الناشد المسيح، الناشد الاسلام يقبلون الناشد الاسلام، الناشد اليهود الناشد اليهود، والله متاذين والله متدمرين. خلي يجون يشوفونه، خلي يجون يشوفون عوائلنا شلون ناس تعبانين، والله يا اسلام ناس تعبانين. والله اناشد الاستاذ عادل عبد المهدي، تعالوا شوف، تعال شوف ضيم بقلوبتنا، تعال انت مو رئيس الوزراء، تعال شوف دز لك ناس قولهم روحوا شوفوا ذولا كذابين، عندهم بيوت عندهم املاك، والله ما عندنا، والله ما املك لا راتب ولا قاع ولا كل لا ملكه، واني صاحب سبع نفرات وامي موجوده وياي مره كبيره، مره تعبانه وقاضيه، والله العظيم تعبانين يا اسلام، يا اسلام يوميه هجر الطبيعه نقله، يوميه راكضين ورانا ويهددونا، يا حرس يا كل ساعه جايين علينا نطلعوكم ونعتقلكم، واللي يسوي شيء ندمره. زين ليش احنا شو مسوي؟ شو مسوي؟ يعني ما خلصنا من ذاك النظام، نريد نظام احسن غير تسوونا فشي؟ راكضين علينا على قول مال الدجاج، والله قول مال الدجاج، انطونا قيعان بمكه، اروح المكه انطونا قاع هالكدوت اقول مال الدجاج، احط بي خيمه وما يوميه جايين دايسين حتى على عرضنا داسوا، يا اسلام يا مسيح حتى على عرضنا داسوا. مش وقت بعد، مش وقت، شو نسوي؟ يا لنا ما خلصنا من ذاك النظام جانا هذا، شو نسوي بعد؟ الله ينتقم من الباطل اللي يركض ورانا. نعم نعم، طبعا احنا نطالب دولة رئيس الوزراء والمكتب الاعلامي والاخوة المستشارين ومن هو قريب الى رئيس الوزراء، اذا الان هو مشغول باجتماع كذا، اتمنى ان يعني اكو احد يعني يبلغ على هذه المأساة اللي يتعرض لها المواطن العراقي وخصوصا مجمع الزهراء. رجال عمره 70 سنة، أخونا وأختنا كلهم يبكون، يومية تجيهم قوة تهددهم بالخروج من مكانهم. نتمنى تدخل فوري، لأن احنا نلاحظ كل رؤساء العالم ملوك أمراء رؤساء كلهم لما يسمع فرد واحد يعاني فورا يستجيب. هذه مجموعة وأصبحت أمام الجميع. يعني احنا في بعض الأحيان يجينا مواطن يقول انتوا شنو اللي تسوونه، شنو اللي تقدموه، شنو اللي سويتوه؟ احنا بشكل متواجد مع الكاميرا او من غير الكاميرا، وهذه مو من نية، هذا واجبنا وغصبا ما علينا، طالما قررنا ان احنا نكون. حتى البعض يتعامل مع مؤسسة الشرقية كمؤسسة خيرية بالرغم ان احنا مؤسسة اعلامية. نعم نسعى للأمور الإنسانية وهي في المقدمة، ولكن بالتالي هي مؤسسة إعلامية، ولكن بسبب ما تقوم به كل كوادرنا من مساعدة إنسانية يعني أصبح البعض يتخيل أن احنا مؤسسة خيرية. رغم هذا وذاك المؤسسة إعلامية الكل يعلم لما واحد يفتح مؤسسة إعلامية ينطي كل هذه المبالغ من موظفين ومعدات وحجوزات قمر وما شابه، كل هذه الأمور حتى توصل صوت المواطن. احنا هذا الأمر ماشيين به بكل برامجنا، ولكن مع هذا بكل برامجنا وخصوصا برنامج كلام الناس حل قضايا ومشاكل الناس بشكل يومي، نعالج، نسفر، نبني بيوت، نوزع مخصصات، ان الشباب المحتاجه نزوجهم، هذا يعلن او ما يعلن، بالاضافه اللي احنا نفتح قنوات التعاون ما بيننا وما بين المؤسسات يعني بشكل فعلي. ويمكن انتم ملاحظين حتى تواجد كاميرا كلام الناس في قضاء الحسينيه، ثاني يوم رئيس الوزراء توجه، تواجد كاميرا او كادر برنامج كلام الناس في البصره يوم امس تواجد رئيس الوزراء. هذا اللي نقدر احنا نقدمه، بالتالي هو التقصير الكل احنا نتعرض له.
شكرا. هذا جبت الطلب استاذ مال مجمع الزهراء، فدوى اروح لك على الله وعليك. هذا الطلب مالتني اللي جانا الدكتوره صباح التميمي، يا ريت توصله عن طريقك للبرلمان على الله وعليك. وين من ودي ما اعرف، هو احنا سوينا هذا الطلب، هذا سوينا طلب مع العماره، وهاي صباوعها كلها مرفقه، يعني مو طلب واحد با استاذ. احنا نطالب باحد ممثل من الحكومه يجي يلتقي بيكم ويسمعكم، هو هذا الاهم. يعني هذا ابني ثالث متوسط، نشوفه يشتغل ويدرس، والله ما عنده يبكي على قبصه لا يروح بيها. والله ما عندي، يعني يقبل الدكتور عادل عبد المهدي يطلعنا بالشارع غيرته تقبل؟ والله ما عندنا. انا هاي الورده لي الي، ما طول يطلعنا هو من العمارات ويقول طلعوا هاي الورده لي. قل له رحم الله والديك، وكل قناة من أطلع أدي له وردة إليه وقل له رحم الله والديك على مو تريد تطلعنا. والله طالب صف ثالث متوسط أشتغل وأدرس، وهاي والله يجي نص الامتحانات يطلعنا بالشارع، يقبل يطلعنا بالشارع والله، ونشتغل وهاي. اشتغل أنت، ايش تشتغل؟ أشتغل يم العالم وأنظف ويم الأسواق ويم بالحدائق، اشتغل والله بالحدائق، حتى بالحدائق اشتغل والله. وهاي الورده امانه الدزل، هي الدزل من؟ الدزل الدكتور عادل عبد المهدي. والله تقدم الى احنا وين نشوف رئيس الوزراء؟ واحنا ما شايفينه هنا. الاخ يتهمنا يقول انت متعاون مع الحكومه، انا ما شايفهم والله لحد الان، لا شايف لي مسؤول. وحتى المسؤولين في بعض الاحيان ترى متصلون ما عندنا إن المسؤول هم من خابرك عمي. هذه دوله رئيس الوزراء، هذه ورده من ابنك حفيدك، يقول لك انت مكان ما اجتنا قوه باسمك، لان القوه اللي اجت باسمه مو اي باسمه، اي باسمه باسمه. قالوا انهم عمليات بغداد، وقالوا التوقيع من عمليات بغداد، وقالوا الاستاذ عادل عبد المهدي هو موقع عليه. قالوا هذا الكتاب انت اللي موقع عليه، وهذه ورده مقابل القوه ورده، فهذا ابنكم. زياره ميدانيه تبعث ممثل، الاخوه احنا ننتظر دوركم. وانا اتوقع المكتب الإعلامي والهيئة المستشارية وكل المقربين إن شاء الله يوصلون هذا الموضوع، لأن الدموع والأعمار حقيقة تقشعر لها الأبدان. هلا. من 2007 على قرض، ورحت عليهم بالرعاية الاجتماعية، ولا راتب تقاعد عندي وعاطل، يعني كل شيء قاعد هسه. أنا بالشارع. راتب شهري؟ لا راتب شهري قاعد، كفيلك الله بالشارع على أفتر، بس بالشارع ساعات باب الشرجي، ساعات من نهضة، يعني لا راتب ولا شيء. هسه رحت لهم اليوم يقول لي روح تعب الحق نصار ربيعي طلع من الحكومه، انت روح الحق اخذ القرض من عنده. زين راتب يقول لي ما عندنا راتب هسه. زين انا وين اروح هسه يا علي؟ الله يخوفك ان شاء الله، كفيلك الله. حتى باجار قاعد يشهد الله، اجار بس جمله مهمه، اجار قاعد كفيلك الله، اجار يعني ربع دينار ما املك، كفيلك الله هذا اللي هو بالكل. بس جملة مهمة أريد أقولها. هسه بالرعاية، بس شوي طول مجال شوي طول. كنت بالرعاية الاجتماعية مقدم من 2016 لحد الآن، كل ما أروح اسمك ماكو، اسمك ماكو. هسه رحت يقول لي أنت دون سن الفقر. زين أنا قاعد بالحميدية يم كسرة وعطش، زين طلعت الباحثة شافت قالت أنت تستحق. هسه يقول لي أنت دون سن الفقر، إيش عندي؟ عندي أربع عماير، عندي فيلا، حال في باسمك كل شيء ماكو، بس الجنسيه باسمي. وكنت بالشرطه الاتحاديه، صارت الاحداث مال التيار الصدري وبكتها بالبصره، امر نور المالكي للبصره، ما صعدنا البصره لان ماكو عدو قدامك تقاتله، هذا من بلدك. صدر بينا كتاب الفصل، صدر بيا كتاب فصل، وهسه انا من 2008 لحد الان اراجع اي شيء ماكو انه. يلا احنا ناخذك ويانا للرعايه حبيبي، احنا ناخذك ابشر. عين استاذ علي، السلام عليكم. اناشد دولة رئيس الوزراء، اناشد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اناشد القضاة على شغلة اخويا صار له سنتين موقفين راتبه فوق خط الفقر وقطعة وراتبه. فاناشد القضاة، اناشد وزير العمل الشريف دكتور باسم الربيعي، انا اشده ان يرجع راتب اخويا. احنا راح نخلي رقم تليفونك ومعالي معالي معالي وزير الدكتور وزير عمل العمل والشؤون الاجتماعيه، ننتظر استجابه من جنابك. المواطن يخصك بالاسم، المواطن يخصك بالاسم. يلا. شكرا استاذ علي. بس يتصل بينا الوزير
امانه راح اخابرك. هو قاطع راتبه. السلام عليكم. استاذ هذا رقمي. بالنسبه لموضوع القاهرة التجنيد مال شغل مجمع الزهراء. استاذ من حقي يكمل كلامي. ليش استاذ؟ بالنسبه لموضوع مال الشيله مال مجمع الزهراء، يعني انا اخوي معوق بالاحداث مال رهاب، والدتي شهيده، ووالدي رجال كبير مريض، وبس انا المعين لهم، اذا طلعونا وين نروح؟ لا عندنا ارض، لا عندنا ملك، لا عندنا فلوس ناجر، يعني اذا طلعونا نقعد بالجوجس، يعني الله يرضاها. اي على المجمع. يعني وين نروح؟ مجمع يعني مأساة بصراحة. من هذا المجمع من سنة السبعين لحد هذا اليوم. زين هو انا هم من سكنة المجمع، زين البرلمان مو قر قانون اللي يجي المغترب الاجنبي ينطوه اقامة؟ زين احنا خلي يعتبرونا اجانب وينطونا اقامه ونسكن بيها، هي مو يوميه عندنا اطفال وعندنا معوقين، انا من الناس زوجي معوق وعندي بنات واني اشتغل بروضه واني خريجه، يعني خريجه المدرسه تشتغل روضه؟ هذا بلدنا يعني احنا هيك يحترمون الخريجين؟ وحمايه معوق قدم على راتب رعايه صار له سنتين مقدم ويروح يراجع ويجي وماكو ماكو ليش؟ يعني ليش عندنا مرضى واني خالتي اصلا انا ما اشوف بيها؟ انا ما اشوف بيها بس هاي الجمله يما وليد على الله وعليك يما مروتك يما طينا دم رجولتنا فدا وابهاتنا راحت فدا ويردون يشيلوني على بختك عندي مريضه وحايره بضيمي وحايره بتقارير وبعلاتها يوميا عبر 200 الف قوة ادبرها والمجمع كله شاهد وهاي التقارير وهذا دم رجل طيته فدا ويطوني بالشهر 400 كسروا عيبوا دبوا علي وهسه يردون يطلعوني امروة الله ومروتك على الله وعليك ناشده بصوتي بصوت امه العراق بصوت الحره الشريفه هاي الغيره هاي تاليات العراقيات بالضيم حالهن يسوي لهن بالشوارع على بختك كان يطيح عقال تنقلب الدنيا هسه تطيح فوطه العراقيه شي يصير امروتك ها اناشد والله تعبيت ما بيه بدول عمرك بتضيم حالنا لا نومتنا نومه ولا قعدتنا قعده وجايبين من الله القضينا يخاطبنا المسؤول الوزير المدير يسوي لنا صرفه نريد نرتاح يا امه الاسلام نريد مجمع الزهراء على الله عليك هذا رجلي وهاي تقاريره والطاعة جد 100% وهاي بنت مريضة وحايرة العلاج قوة دبرة وبالظلم حالي ولاحقين يذبون غراض بالشارع ما أقبل أمروتك يعني طبعا هاي كلها مناشدات تخص وبالاسم لرئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي يعني هذه كل المناشدات لجنابك فنتمنى أن نلاقي الاستجابة السلام عليكم الله يسلمك استاذ علي استاذ علي احنا مجموعه من المواطنين بالاحرى اربع محلات محلاتنا صايره بقاطع الشعب محله 371 محله 373 محله 375 محله 377 محلات طاب وسكن صرف توزعت قبل 20 سنه يعني صار لنا 10 سنين المشكله قطعنا يحدها قناه الشرطه ردنا معبر ماشي على العموم بشق الانفس قبل 3 سنين سوينا المعبر مجرد حادث بسيط المعبر ما طول ست اشهر ومع الاسف قامت عمليات بغداد بتهديم هذا المعبر. التقيت ويا قائد عمليات بغداد، قائد عمليات بغداد وافق، لكن لا زال قائد فرقه داعش اللواء صائب المحياوي يرفض اقامه هذا المعبر. محلات اربعه يعني 6000 قطعه ارض سكنيه. يعني معقوله الدوله تسوي خدمات للمتجاوزين واحنا قطعنا ارض سكن صرف ما تسوي لنا هاي المساله الكلش بسيطه. يعني استاذ علي صار لنا 10 سنوات المشكله اللي قائد فرقه الدعش ما يقبل يسوي لنا هذا المعبر، ومعبر كلش بسيط على مبزل قناه الشرطه، وللعلم مبزل قناه الشرطه انا احكيك استاذ بالجغرافيا طالب دكتوراه بالجغرافيا، هذا المبزل متنازله عنه وزاره الموارد المائيه لصالح امانه بغداد. زين يعني عرضنا على مشكلتنا على مجلس النواب، على رئاسه الوزراء، لكن المشكله اللواء صائب يعني قائد عمليات بغداد موافق الرجال لكن قائد فرقه داعش ما يوافق. يعني استاذ علي احنا متنازلين عن كل الخدمات، سووا لنا بس هذا المعبر. اما اذا الدوله تباوع للمواطن بعين يعني تكعين مثل ما نقول، خلي تحول اراضينا من سكن نسويها تجاوز، لان نلاحظ الدوله توفر خدمات بس لقطع الارض السكنيه التجاوز.
واحنا نرجع ونقول اربع محلات 6000 قطعه ارض سكنيه، وخصوصا منطقه الرصافه بغداد بصوره عامه تعاني من احنا شوف احنا راح انا صدقيت عليه ما حصلته، اتصلت على مقدم عامر عمليات بغداد السيد عامر الاستاذ عامر المحترم، هذه القضيه تخص عمليات بغداد، لكل الاخوه بالرصد بعمليات بغداد يرجى يعني اعلان السيد المقدم حتى يتصل بالاستاذ ويلتقون مع بعض حتى يتناقش وياك، لان السيد القائد متعاون وممكن انه راح يساعدك. الرجال قائد عمليه بغداد لكن فرقه داعش، ويعني هو القائد عمليه، هو قائد الفرقه، يعني مبررات تافهه، يقول هاي المنطقه تكثر بيها مهربين المخدرات، يكثر بيها الارهابيين، يعني معقوله منطقه بغداد يكثرون بيها يعني اهل المخدرات والارهابيين وعمليات بغداد ساكته؟ يعني يقول ثغره امنيه وبيها ارهابيين وبيها تجار مخدرات، يعني ما اعرف. خلي اخوك يكتب عمليات بغداد. بارك الله فيك. تعال اختيم، شلونك؟ شلونك استاذ علي؟ شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. انا سبق والتقيت بكم. السنة انا دائما اجيك استاذ علي. شنو عنده؟ ابني قلت لك معوق، بس تعالجون، انا ما عندي مكانيه والله. شنو علاجه؟ هي معوق، يعني راد العمليه، معوق. معوق. عملية شنو؟ صورها. مال معوق. عنده عواج بالرجل مو؟ عواج بالرجل. هذا اختصاص طبيب. جاء اودي مال كسور، هاي يقولون الا عمليه، وانا ما عندي مكانيه، راد له 8 ملايين. الا عمليه، وانا ما عندي مكان. نعم؟ ما ادري استاذ علي، وديته على القناه، وديته بكراده من المنصور، قالوا له الا بايران تعالجونه. شلونك؟ لا عمو خطيه. بلا بلا هاك 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 عمو عمو عنده تاخر بالنطق؟ نعم. اي صار علي الله يعينه. شو اسمه هو؟ حسوني. حسن. حسوني شلونك؟ بابا علاء. انا اسمي بابا علاء. اسمك حسوني؟ حسوني. قلنا تريد عام؟ هو يقول لك اي تريد عام. عام. شوفوا يا اختي استاذ علي من رخصتك انا فورا راح اخابر لك الدكتور عبد الغني و استاذ معمر. اكتب علي اللجان، اكتب علي اللجان، يوم اخابر اللجان. استاذ علي انا صار السنه اجيك، يعني يوم يوم دكتور حتى جاي يقول جاي يسمن، يعني حتى السمن مو زين علي، يقول جاي السمن. اي يعني السمن هيك مال مرض تصدق؟ يا لا دكتور، يعني ما كان هيك حسوني قبل سنه. انا ما عندي مكان يا والله، هسه ايجار 250 ما دافع اول قران ودا اعتبني. وين بيتكم؟ بالشعب. اجيتك على عليك وعلى الله. شوفي دكتور صباح الخير، انت ويانا على الهواء مباشر دكتور عبد الغني الساعدي. دكتور احنا راح ندز لك حاله طفل، يعني هذه الحاله تستحق الاهتمام لان عنده مشكله وخطيه، يعني والدتها اللي اكثر مره تزورنا بالبرنامج. نعم. واحنا قاصديك بالتعاون وياهم. حاضرين الشرف بحضرتك استاذ علي، الشرف بقناتكم الكريمه. الله يعزك دكتور عبد الغني، انت ما مقصر وبارك الله بيك، واني ادعو الجميع ان يحذون بهذه البوادر ويعني الاستقبال الحالات والامور الميدانيه، بالفعل تستحق كل التقدير والاحترام دكتور. الله يحفظكم استاذ علي، واعطيهم تليفوني استاذ علي. نعم. حتى يصير تواصل مباشر، وحتى نحددهم ان شاء الله المكان الدائره ويجون ان شاء الله مقصر وياهم. احسنتم دكتور بارك الله بيك، كثر من امثالك. الله يحفظك سلام. شكرا. استاذ معمر اعطيه هذا الرقم. انا اقول جمله واروح. طبعا انا ادعو بعض المسؤولين لما يشوفون هيك حالات نتمنى ان يتعاون. يعني اكو كثير من حالات طرحت بالكرخ لكن للاسف ما جانا اتصال من السيد مدير صحه الكرخ. بالرغم نلاحظ يعني اكو مساهمه ومساعده وبوادر ويجيهم هو نفسه للبيت دكتور عبد الغني الساعدي مدير الرصافه، كلاهما مدراء، بالتالي كل واحد من عندهم شلون يقدم الخدمه، لان الوضع الصحي في العراق متدني جدا، وبالدليل رئيس الوزراء الان يعني يتجول في المستشفيات. فاحنا هذا البرنامج صوتكم، يعني هذا حسوني ما يستاهل. انت ايش اسمك حسوني؟ يساعدك. هلا حبيبي. انا مساعده خاصه عندي بنتي مالت بالسرطان ومهجراني نبغره وحالتي ارثى لها، فمحتاج يعني راتب من الرعايه المسؤولين.
تعيين ما وين يمه؟ سجل اسمي فافتهم فهمه. السيد اللواء تحسين الخفاجي مدير علاقات واعلام وزاره الدفاع، السلام عليكم سياده اللواء. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا استاذ علي، اهلا بك وبمشاهدي قناه الشرقيه وبرنامجك الكريم. الله يعزك، سياده اللواء عندنا امنا الغاليه هنا بالبرنامج تريد تحكي وياك. اي السلام عليكم سياده اللواء. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ عندنا ابني يعني طلبت من وزاره الدفاع ان يدرس على وزاره الدفاع، هو طالب مرحله ثانيه طبيه. اي ومن العام هاي قدمت انا يعني ووافق الوزير سوى بي استثناء، ولحد الان يعني الكتاب طلع من المكتب الوزير راح يم كان الجيش، ولحد الان ما طالع. تفضلي حجيه. نعم. يعني. تفضلي يمي وجيبي الاستثناء مالتك. اي. وجيبي الموافقه مالت الوزير. اي. وحلت البركه بيش انت وقناه الشرقيه، واهلا وسهلا. اجل الدفاع غير؟ اي تعالي هسه تفضلي واهلا وسهلا بيش. اشكرك الله يخليك. سياده اللواء بارك الله بيك، وراح نعطي رقمك هذا للامنه. الخدمه. مخدوم، شكرا سياده اللواء، اللواء تحسين الخفاجي، دمتم لخدمه الناس. الله يحفظك ويشكر قناه الشرقيه الحقيقه على هاي المبادره الرائعه. الله يعزك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللواء تحسين الخفاجي، هذا الرقم، هذا الرقم. هذا رقم طيار. السلام عليكم. أستاذ علي أنا عندي أخوتي اثنين ماتوا وتوفوا. الله يرحمه. وواحد عنده خمس جهال وواحد عنده اثنين. زين. ولا أكو راتب ولا هاي، الراجع رجعت مؤسسة أرض المراح ماكو. أرض المراح شو يعني؟ هاي مال هي مال الرعاية مال النساء. زين. حكومية لو أهلية هذه؟ هاي هي هنا ما هي للرعاية تابعة حكومية. وراجعت وين ما اروح ماكو راتب، وهم 8-10 10 هم ونسوان، هم وين هالمعيشه هي ماكو، لا عندهم راتب لا هاي، وين ما تروح مسدوده مسدوده. الميزانيات الان المخصصه لوزاره العمل المتوقفه واعداد اللي يطلبون الرواتب هو من حقهم طبعا كبيره، فلذلك يعني احنا قاعد نواجه هاي المشكله، يعني احنا نقدر ناخذك باشر للرعايه بس احنا من ناخذك غير اكو فد نتيجه لو بس ناخذك. الان المخصصات من وزاره الماليه لا واحد عنده توم صايرين بالله العظيم توم صايرين حليب يوميه وهاي الشغلات. الله يسلمك. شكرا جزيلا. السلام عليك. بس هدي ناشد من خلال كامرتك اللواء عامر مدير نجده بغداد المحترم لازم مال الدراجات. بعد قبل كم يوم طلعت بالهاي وقفني ضربني على ظهري قال لي اعطيني موبايلك الله شاهد. قلت له ما شال الموبايل؟ قال لي ماكو واحد ما شال الموبايل. نجده مال نجده مال الدوريه يوم تقاطع باب معظم. اي والله العظيم الزلمه قال لي اعطيني. قلت له انا نايم من المطعم كان ضربني. فانا اريد اناشد من خلال كامرتك. ناشد اللواء عامر؟ اللواء عامر مدير نجده بغداد المحترم مو مال نجده جاي يلزمون هالمره وجاي يضربون والله يسيئون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يلا حضرتك الاخير. وفقك الله يا طيب. عين انت استاذ علي. والله مطلوب انا احكي وياك. عندنا بيتنا مال ورث انباء وبقت لمساحه صغيره يعني. فانطلبت فوق ال 20 مليون وماكو جاي اجيبها منا اودي منا والله 28 وفيت 8 بقى 20 21 تقريبا. يعني المخصصات الماليه يعني اللي وزعوها احنا ما نوزع وتعرف الاعداد كبيره واحنا ما عندنا ميزانيه الدوله. حتى الفريدات شيء ماكو يعني وهذول هم حقهم العالم يردون حقهم. اي والله استاذ وبحبوحه والله قاعدين بيها ايش اقول لك ما ترين ونص عرض مساحه شقول هسه نتحدث ويا حضرتك ابقى ويا مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعه، كنا واياكم على الهواء مباشر بساحه الموال، التقينا بكم هائل من المعاناه خصوصا بمجمع الزهراء القريب من هذا المكان، تواجد بالقرب منه أمهاتنا وآبائنا وخواتنا وأولادنا كانوا يطالبون ويناشدون بشكل خصوصي لدولة رئيس الوزراء ويطالبون بالتدخل الفوري لإنقاذهم أو إيجاد حل بديل على ما هم يعانون من عنده، ونتمنى ذلك بأقرب وأسرع وقت، وسنتواصل ونتابع أمرهم باستمرار وتواصل. بالإضافة كانت هنالك أمور كثيرة طرحت خاصة المعاملات والمعاناة اللي تعرض لها المراجع بوزارة العمل كون أن احنا قريبين من هذه الوزارة. كل هذه الأمنيات نتمنى أن تتحقق بالسريع العاجل. ألتقي بكم باكر على حب الله والوطن.